لم تنسهم الحرب هواياتهم، وكلما توقفت المدافع خرجوا باحثين عنها. يوزع أبناء مدينة تعز أنفسهم بين فرق ويقيمون بطولات بين أحيائهم لتذكر ما كان سائدا هنا. تتحول الشوارع إلى مساحات لإقامة البطولات، وبعد أن توقفت حركة المركبات فيها بفعل الخوف وانعدام المشتقات النفطية، خرج السكان لجعلها نابضة وحاولوا رسم أرضها بخطوط اللعب. وفي منطقة السلخان التي تخبئها المباني تلتقي فرق الأحياء المجاورة، ويأتي اللاعبون لإنعاش ما أصابه الفتور. وبالقرب من مقر ما كان يعرف بنادي الرشيد تقام المباريات، فقد تحولت الأندية التي كانت تميز المحافظة إلى مواقع حرب، وشل الدمار مقراتها، واستخدمت الميليشيا أرض الملعب لمعاركها الجديدة، واكتفى من كانوا يحلمون بالانتماء إليها بتقليب الماضي وسيرة اللاعبين ووجوههم، والنظر إلى تلك الوقفة الشهيرة التي تجمع من أصبح لقاؤهم بعيد المنال. لقد ذهبت اللعبة ومحبوها إلى دور لم يختاروا الذهاب إليه، بل أجبروا على السير نحوه والغرق في لعبة لم يجيدوها يوما، وما أرادوا ذلك كما يكررون.